من حي الشيخ جراح في فلسطين إلى نادي الصيد أو حي الشيخ جراح بالإسكندرية، في الوقت اللي بتحاول قوات الاحتلال الصهيوني تهجير أهالي حي الشيخ جراح من بيوتهم في القدس المحتلة. أيضا تحاول القوات النظامية المصرية خلال الساعات الماضية تهجير أهالي منطقة نادي الصيد في اسكندرية من بيوتهم ومن منازلهم دون أي سند قانوني. خلال الساعات اللي فاتت عشرات الآلاف من أهالي منطقة نادي الصيد في الإسكندرية خرجوا يتظاهرون في الشوارع رفضا للتهجير، رافضين يسيبوا بيوتهم، رافضين يطلعوا من بيوتهم اللي عايشين فيها بقالهم سنوات. والبداية من الخريطة، منطقة نادي الصيد في مدخل الإسكندرية اللي بتربط الصحراوي الطريق الصحراوي بالطريق الزراعي، قريبة من المطار القديم مطار النزهة، قريبة كمان من منطقة الداون تاون. البعض يقول أن هناك مشروع استثماري ضخم يقوم على ضم منطقة اللاجون مع منطقة نادي الصيد مع منطقة المطار القديم، وهذا المشروع بأموال إماراتية، وده سبب إخراج أهالي منطقة نادي الصيد. على الرغم أن قبل شهور تحديدا يوم 7/3/2020 أعلنت الدولة المصرية عن تطوير منطقة نادي الصيد بتكلفة 115 مليون جنيه، بدء تطوير منطقة نادي الصيد باسكندرية، لكن قبل شهرين فقط فوجئ أهالي المنطقة بتوقف أعمال التطوير وتوقف أعمال الصيانة في المنطقة وقرار بإزالة وقرار بتهجير الأهالي من بيوتهم. مظاهرات ضخمة خرجت أمس للمطالبة بالحق، المطالبة بالوطن، المطالبة بالبيت والأرض. لكن كالعادة مع انتشار هذه الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي والتفاعل والتضامن الواسع مع أهالي منطقة نادي الصيد، بدأت الشرطة المصرية التفاعل. أو قبل ما نعرض لحضراتكم رد الشرطة المصرية، خلينا نسمع لأحد أصحاب المنازل أو أحد سكان منطقة نادي الصيد، نتابع هذا الفيديو. هنموت هنا ومش هنمشي، بقالنا 70 سنة قاعدين في بيوتنا ومعانا ورق. ده كان كلام أحد سكان منطقة نادي الصيد، تقريبا نفس كلام سكان حي الشيخ جراح، واللي الزملاء دلوقتي بيبلغوني أنه تم الإفراج عن الناشطة المقدسية منى الكرد. هذا الفيديو أيضا يوثق لحظة اعتداء الشرطة المصرية على المتظاهرين السلميين في شوارع نادي الصيد. كالعادة الناس خرجوا يقولوا سلمية، خرجوا يقولوا مش هنمشي، خرجوا يطالبوا بحقهم بإيد فاضية، وكالعادة الشرطة ردت بالقنابل المسيلة للدموع وبالخرطوش والاعتقالات. صباح اليوم النيابة العامة المصرية أعلنت حبس بعض من أهالي منطقة عزبة نادي الصيد 15 يوم على ذمة التحقيق، والتهمة كالعادة نشر الفوضى والتظاهر، وربما كمان يقولوا أن الناس دي تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. ما حدث في نادي الصيد عمل ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، الكل يتابع تحت واسم نادي الصيد. هذا أحد سكان المنطقة محمد إبراهيم بيقول أنا ساكن في نادي الصيد ومدير شركة كبيرة ومش بلطجي، وعايزين ياخدوا أملاكي وشقة عمري ويدوني بدالها شقة إيجار بدون أي تعويض. أما ماتريكس فبيقول بعد صرف 90 مليون جنيه على تطوير البنية التحتية اكتشف إنها لا تصلح للتطوير، أشكال الفساد متعددة ونادي الصيد. الصحفي جمال سلطان يقول في عزبة نادي الصيد إسكندرية نسخة من مأساة حي الشيخ جراح، طرد أهالي المنطقة من بيوتهم وتسليمها لآخرين، المستوطنون المقبلون في عزبة نادي الصيد إماراتيون واستمصار الحكومة المصرية، واليوم كانت هناك مظاهرة لأهالي قمعتها الشرطة يستغيثون بالأزهر ويسألون الصحافة فين. أما طمر فبتقول اللي ما يعرفش منطقة نادي الصيد منطقة شعبية وشبه عشوائية، بس الناس معاها عقود من 70-80 سنة،
والأرض ملكهم من الحكومة. نفس اللي حصل مع جزيرة الوراق. السر في المنطقة دي إنها بتمثل تقريبا ربع مساحة الأرض المتفق عليها في صفقة خروج طلعت مصطفى من بيع مطار النزهة بعد تطويرها في 2010. أخيرا غادة بتقول نادي الصيد وهكذا بعد أن أنفق الملايين اكتشف أنها لن تنفع، كذلك فعل في منطقة مطار النزهة وأهدر الملايين، باعها وقال محدش يسألني. وهكذا نحن نثور ونتحجج ونحتج ونهشتج وننزل على مفيش، سيحدث كما حدث في الوكالة والمحمودية وسبيرو إلى آخره، لأننا نثور فرادة فنكون كالفريسة يلتهم كل أو يلتهم كل وحدة على حدة. تقول غادة عن ما يحدث الآن أو ما يحدث خلال الأيام الماضية في منطقة نادي الصيد. والسؤال الآن، لماذا تتعمد الدولة المصرية إخراج سكان بعض المناطق خلال السنوات والشهور الماضية؟ وما مصير أهالي منطقة نادي الصيد إذا تم إخراجهم من البيوت؟ هل مصيرهم هيكون زي مصير منطقة الوراق ومسبيرو والمحمودية، يروحوا الأسمرات أو يروحوا مثلا بشاير الخير ويتنازلوا عن أرضهم وأملاكهم عشان يقعدوا في شقة للإيجار؟ وهل فعلا شركة إماراتية اشترت هذه الأموال وهذه الأراضي، وإن منطقة نادي الصيد مجرد هدية من الحكومة المصرية للإمارات؟ ده اللي هنشوفه خلال الأيام القادمة.